استاذ عامر، سؤال اخير ملوش دعوه بالاتحاد والاهلي. الزمالك هل بالفعل تقدم بشكاوى للفيفا؟ هما بيقولوا هيقدموا، بس الفيفا غير مختص. اول حاجه المسائل العنصريه اللي هما بيتكلموا عنها ده مختص بيها لجنه الانضباط بالاتحاد المصري. نعم تمام. ولو قدمت حضرتك شكوى وترفضت تروح لجنه الاستئناف بالاتحاد المصري، لو اترفضت بتروح لكن ما فيش نادي يستطيع انه يذهب للفيفا مباشره بدون خطوه. لا، هو الفيفا غير مختص، حتى لو صعدت المحكمه الرياضيه الدوليه اللي هي كاس. أيوة. الفيفا هنا غير مختص، دي اختصاص للاتحاد المحلي. ايوه تمام. بالنسبه للشكوى للتدخل الحكومي برضه، من لو هو تدخل حكومي بس اللي حصل ده اجراءات ثانيه ليك برضه، هتروح لجنه الانضباط بالاتحاد المصري هي اللي تعاقب، مش الاتحاد الدولي غير مختص برضه بنفس الحاله دي. تمام. أنا بشكرك جدا خبير اللوائح الأستاذ عامر العمائرة.